أمهات الحمد لله والشكر لله. أول حاجة أقول لهم وأقول على الملأ إنه نحن ولادنا اللي يقول الشفاتة الشماشة ده نحن مسلحين بالعلم، والله سلحناهم بالعلم. والله نحن مسلحين بالعلم، لكن والله والله هم ما يقولوا ياكلوا بعقولنا حلاوه، لا انا بدي الوقفه تتكلم دي انا من الناس الفخوره في تعليمه وفي شيء وصلت له، لكن انا الاميه بتاعكم انا امكم الاميه قدامكم دي بتكلم بالمصطلح الدارجي واسمعوني، لكن نحن الليله اي حاجه نشيلها، انا كان عندي كوبايه اتكسرت في البيت وداري اجيب كوبايه بدلها بشيلها برميها في الخوشه بشيلها بيدي، لكن ما ممكن يقتلعونا النظام ويخلونا رئيس ما معروف وين. ابن عوف يا اخي ما بتخجل يا اخي، انت ما بتخجل يا اخي، تجي تقعد في منصه عشان تقول انا رئيس على منو؟ لا 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 والله لا والله لا، لكن الليله نحن سكتنا عشان شنو؟ عشان نحن وادينا الجنه، عشان الزول الجانا ده وادى الجنه يشوف ولادنا الخريجين ويشوف الشارع ويشوف الوصول الشباب ده اللي بيقولوا شباب الخبشه جات من شنو؟ ما في شغل، انا ما بقعد اكل على تقول لي وابون، انا ما بقعد في البيت عشان ما تصرف علي ولا ابوي يصرف علي، انا لازم اكون في حاله لا وعي، لكن الليله صحينا والله ما بنتراجع.